بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة كنو عرب لينكس، معكم عبد المجيب، تكملة لدورة الشل اللي احنا جالسين نسويها. هذا الدرس الثالث. طبعا الدرس هذا سهل جدا تطبيقه، لكن وتقريبا تافه جدا، ممكن اشرح لك اياه بخمس ثواني، لكن لازم اعلم قيمة وفائدة هذا الدرس قبل اي شيء. تمام، درسنا اليوم على التعليقات، الكومنتس. الكومنتس تنكتب بالشكل هذا عشان لو شفتوها مثلا، طبعا انتم عارفين هو مشهور الكومنتس بسبب اليوتيوب. تمام، الكومنتس اللي هي التعليقات، الفائده منها انك ممكن تضيف نصوص لا نهائيه بملف بدون التاثير على عمليه الملف. طيب ايش الفائده منها؟ الفائده منها لما شخص ثاني يفتح ملفك او انت مستقبلا لما تفتح ملفك وتقرا التعليقات، قد يكون في التعليقات شرح لعمليه معينه، قد يكون في التعليقات مثلا حقوق المبرمج الاول للسكريبت او المطور ايا كان. تمام، زي ما قلت لكم فائدة التعليقات هي انك تحتفظ بنص معين دون التأثير على عملية البرمجة. لحظة شوي يبي الله يشاهي. تمام، فكرة اليوم بسيطة. طبعا احنا تعلمنا بالدرسين اللي راحت انه اول حاجة تسوون اللي هي شي بانك او البانك، بعدين تسوون اكسكيوتبل للملف، واللي ما تابع الدرسين راح يتابعه. اوكي، خلونا مثلا نسوي تعليق. الان عندنا مثلا تعلمنا بالدرس راح نكتب اكو او ايكو وتطبع لنا امر معين، نفترض انه مثلا اي لاف اسلام مثلا. حلو، هذا الامر لو اني جيت حطيت جنبه نص بالشكل هذا، حلو، حفظته وجيت اطبق او اشغل الملف وشغلته، راح تلاحظ انه النص طلع. تمام، ليش طلع النص؟ احنا ما نبي النص يطلع هذا. اوكي، طيب احنا كيف نقدر نحط نص بدون ما انه يطلع؟ هذا هو اللي هو يهمنا بدرس اليوم. اوكي، ايضا لو حطينا النص هذا بالشكل هذا وشغلناه بس عشان تكون بالصورة، تمام، راح تلاحظ انه في خطأ. تمام، ليش؟ لانه هذا مو بامر، بداية كل سطر لازم تكون امر شل. اوكي، فاحنا لما نجي الان ونكتب مثلا ايكو اي لاف سلام، تمام، واحط جنبه العلامة هذه واكتب مثلا this is my مثلا first line. اوكي، الحين لو قلت تطبيق للامر شغلته، لاحظ انه I love Islam طلعت، لكن ما طلع اللي هو السطر هذا. بس هذه الفكره. الفائده من تلاحظون دائما ملفات الشل انه ينكتب مثلا هنا مثلا coded by اللي هو تم يعني تكويده بواسطه coded by عبد المجيب مثلا، او coded by محقان بكيفه. تمام، لكن في حاجة ثانية، قد يكون أحيانا في أمر معين أنت حاب تشرحه. لنفترض أنه أكو write your name مثلا، write your name. أوكي، لنفترض أنه الآن تبي تحط شرح بأكثر من سطر. أوكي، طبعا أنت تقدر تحط أكثر من سطر بالشكل ذا مثلا، وان مثلا أبوب تو، أي ماسك معي اليوم هذه تو والى اخره. طبعا معليش انا كنت شغال على بي اتش بي قبل كم دقيقه. لما تكون عندك التعليقات هذه تقدر تحطها تحت بعض، لكن في حاجه اسهل انه تسوي شغله زي هذه، انك تسوي كومنت مالتيبل كومنت يسمى، انك تسوي العلامه هذه اصغر من مرتين وتكتب اسم الكومنت مثلا كومنت مثلا كومنت 1 او بالشكل هذا، وتكتب هنا اي شيء تكتبه تحته ما راح يظهر. فلو كتبت الان مثلا my name is عبد المجيب I love Islam and this is my face in the corner. اوكي، تمام، لازم انه بالنهاية اقوم واكتب comment 1. لو ما كتبت comment 1 ما راح يشتغل معنا التعليق. الان خلونا نشغل ونشوف. تمام، طيب لنفترض انه الان جيت وشلت الكومنت هذا او اني اخطيت بكتاب، ايش راح يصير؟ راح يصير انه قال لك انه يحتاج الملف الى wanted. wanted ايش؟ wanted الى الكلمه هذه. لو الكلمه هذه كتبناها هنا comment 1 خلاص الى هنا انتهينا. طبعا احنا لان لغه برمجتنا مفتوحه المصدر فلازم نحط فيها تعليقات. لو عندك مثلا function طويل او مثلا برمجه معقده او حاجه زي هذه لازم تشرحها للمطور اللي جاي بعدك، تكتب له كومنت وش الفائده من التعليق هذا. انتهى درس اليوم، بسيط جدا لكن اهم، اتمنى انكم عرفتوا اهميته علشان مشاركه الملفات وعلشان تكتب تعليقات بدون ما تاثر بالمحتوى حقك. باي باي.